شركات الكول سنتر هتاخد، هتمص دمك وهترميك عضم. هذه واحدة من القصص اللي كتير جدا شفتها، واحدة من ضمن القصص اللي قريبة من احدى الاشخاص اللي قريبين مني، ان هو افنى حياته في شركة كول سنتر قعد فيها 6 سنين. تخيلوا بعد التخرج 6 سنين وللأسف لم ينتقل الى اي شغل في مجاله. وده الحقيقة من ضمن العيوب اللي احنا اتكلمنا عليها في العمل ككول سنتر، ان مفيش كارير باس او مفيش تطور وظيفي ليها في هذا المجال، انك ممكن بعدها تنتقل الى التخصص بتاعك. ولذلك قعد 6 سنين، ولكن بعد 6 سنين بقى المرتب بتاعه بيعلى بيعلى بيعلى. طب نعمل فيه ايه؟ يلا بدأوا يتلككوا له في اي حاجه من حاجات الكواليتي، يقول لك انت بترد على العميل اكتر من لازم، انت قعدت شويه، لا وورنينج وورنينج، يلا مع السلامه. طبعا ده كان اتجاه متعمد من هذه الشركه، ومش بس ليه، ده لكل الفريق وكل زمايله اللي في نفس المستوى بتاعه اللي بقى لهم 6 سنين، وده لان الزياده السنويه بتاعتهم ما بقتش مستحمله مرتب ايجنت او كول سنتر. ولذلك خلي بالك كويس قوي ان شركات الكول سنتر مهما توصل فيها هتيجي عند مستوى معين هتقول لك مع السلامه، علشان نجيب واحد تاني نبدا نمص في دمه وياخد اقل المرتبات. خلي بالك كويس قوي الا تستمر في شركات الكول سنتر لفتره طويله، هي مناسبه جدا لحدثاء الخبره وقبل ما تتخرج لغايه لما تلاقي شغل. وانت شغال كول سنتر ابدا قدم على البنوك والشركات والمؤسسات، وان شاء الله لما ربنا يكرمك وتشتغل فيها تقول لهم شكرا جزيلا على هذه التجربه والسلام عليكم ورحمه الله. لكن اللي بيحصل لما يفضل قاعد وخلينا شغلنا وخلاص الحمد لله انا بظبط نفسي، ويكتشف فجاه ان احنا رضينا بالهم وللاسف الهم كمان مرضيش بينا.